بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا سنة تانية؟ النهارده هنعرف الدرس بتاعنا اسمه تقرير، وهنراجع على التقدير ونعرف الفرق بين يعني ايه اقدر ويعني ايه اقرب. أول حاجة تعالوا نراجع مع بعض، احنا قلنا قدر، يعني ايه قدر؟ هبص على آخر رقم في خانة اليسار، هنا عندي ايه؟ الستة. مش هبص على اللي قبل، لو انا مغمض هي قاعده في العشرات هتبقى ايه؟ 60. زائد ها هبص هنا على اخر رقم من ناحيه اليسار، ها يجي يقول لي ايه؟ 1 يا ميس. في خانه العشرات يبقى بايه يا اولاد؟ ب10. طب يلا نجمع كده، 0 زائد 0 هو الصفر، زائد 6 زائد 1 يبقى ايه؟ 7. خلاص انا كده انا قدرت ناتج 65 زائد 13 هيبقى ايه؟ 70. انا في اما اجي اقدر النواتج يا ولاد هبص على اول رقم من خانة اليسار، اهي ايد الشمال اهي، فهتبقى ايه؟ هبص على اخر رقم يعتبر. هنا عندي ايه؟ الاربعة، هتبقى ايه؟ شطار، هتبقى 40 زائد ها هنا اخر رقم هنا ايه؟ 2 يا ميس. في خانة ايه يا ولاد؟ العشرات، فهتبقى 20. طب يلا نجمع مع بعض، 0 و0 هو الصفر، 4 زائد 2 هتبقى 6. طيب ايه يا ميس دي ارقام كبيرة؟ 163. مالناش دعوة يا حبيبي، احنا قلنا هنبص على ايه؟ اخر رقم من خانة اليسار. عندي هنا ايه؟ 1. الواحد ده في خانة ايه؟ المئات، فهيبقى 10؟ لا، هيبقى ايه؟ تمام، هيبقى 100 زائد هنا اخر رقم 5، فهيبقى قاعد في خانة المئات هتبقى ايه؟ 5 ولا 50؟ لا، ده هتبقى ايه؟ 500. نجمع 0 زائد 0، انا بجمع احاد مع احاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات. 0 و0 هو الصفر، 0 و0 هيبقى برضو صفر، 1 زائد 5 هيبقوا 6. تمام، هنا اخر رقم ايه يا ولاد؟ 5، فهيبقى 50. ليه؟ عشان هو قاعد في خانة العشرات. طب اخر هنا رقم ايه؟ 3. طب التلاتة قاعدة فين؟ في خانة العشرات، فهتبقى 30. 0 زائد 0 هي الصفر، 5 زائد 3 فهيبقى ايه؟ 8. فبقى الناتج عندي ايه؟ 80. تمام، ايه ده يا ميس؟ لازم اخلي بالي في كل مرة هنا طالب مني ايه؟ اطرح. طب تعالوا الاول زي ما تعودنا اخر رقم هنا 9. طب التسعة ده فين؟ في العشرات، فهتبقى 90. طيب لا لازم اخد بالي، ليه؟ هنا قايل لي لا ناقص، يعني اطرح. تمام، هعمل العلامة اللي هو مديهالي. طيب هنا اخر رقم ايه؟ 2، قاعد في خانة العشرات ب20. يلا، 0 انقص منه 0 هو ايه؟ الصفر. 9 انقص منها 2 ها؟ هطلع 9 على ايدي ونقص الاتنين يا ولاد، ها يبقى ايه؟ تمام، 7. طيب تعالوا هنا، عندي اخر رقم الاربعة قاعدة برضو في خانة العشرات، يلا شطار معايا، هتبقى ايه؟ 40. العلامة اللي عندي ايه؟ زائد ولا ناقص؟ زائد يا ميس. طيب هنا اخر حاجة ايه؟ الخمسة. طب الخمسة دي قاعدة فين؟ في العشرات، فهتبقى 50. يلا نجمع مع بعض، 0 و0 تبقى هي الصفر، 4 زائد 5 هتبقى كام؟ حط الخمسة في مخك، الأربعة على إيدك، ما بقى اجمع الكبير في مخي والصغير على إيه؟ على إيديا. بعد الخمسة 6 7 8 9، تمام، بقت 90. طيب تعالوا هنا، دي ميات خالص. تعالوا بص على اخر رقم هنا ايه؟ 6 قاعدة فين؟ في المئات، فهتبقى 600. العلامة اللي عندي زائد ولا ناقص؟ ناقص. ها، والتلاتة قاعدة فين؟ في المئات برضو يا ميس، بتبقى بتلف.
300 ها هنا ناقص ننزل الاصفار زي ما هي صفر ناقص صفر والصفر صفر ناقص صفر والصفر ستة طلعها على ايدك كل منهم تلاتة هيبقى معاك ايه؟ تلاتة بقت 300. طيب هنا عندي برضو اخر رقم واحد يا ميس في خانة المئات بكام؟ بمية. تمام عندي العلامة ايه يا ولاد؟ زائد. طيب هنا اخر رقم سبعة. طب السبعة دي عاملة فين؟ في خانة برضو ايه يا ولاد؟ المئات. طيب هروح عاملاها ايه؟ 700 وهجمع صفر زائد صفر هو الصفر، صفر زائد صفر هو الصفر، واحد زائد سبعة تمانية بقى 800. ده بالنسبة لإيه؟ لقدر النوادي، ده كده أما يجي يقول لي كلمة قدر. طيب أبص على آخر رقم وأنا مغمض ماليش دعوة بيه اللي قبله. طب يا ميس لو إداني قرب الناتج، هو بيقول لي قربيه الأكبر لأقرب 10. يعني إيه الأقرب 10؟ يعني وأنا مغمضة هبص على خانة العشرات، لو جايب لي 100 رقم انا هروح على خانه ايه؟ العشرات. عندي هنا ايه؟ احاد عشرات. هبص على الواحد، بيقول لي بص على ايه اللي قبل الواحد. عندي يا اولاد ارقام بتحب تدي وارقام ما بتحبش تدي حتى حاجه. تعالوا نراجعها مع بعض كده. قلنا الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ما بيحبوش يدوا حد حاجة، ما بيزودوش حد. طب عندي أرقام بتزود وكريمة مش بخيلة خالص، زي الخمسة الستة السبعة الثمانية التسعة، فممكن احنا نكتبهم ونستعين بيهم واحنا بنحل. قلنا الواحد يا ولاد قبله ايه؟ سبعة. يا ترى السبعة دي من الأرقام اللي بتزود؟ اه يا ميس. فهما احط ده واحد بقى اتنين، والاتنين في العشرات بكام يا ولاد؟ بعشرين. شطار. زائد ها هبص برضو على خانة العشرات. تمام عندي خانة العشرات سبعة. ايه اللي قبل السبعة؟ الاتنين. يا اتنين هتديني حاجة؟ قالك لا لا انا من الارقام اللي ما بديش حد حاجة. تمام فانت هتبقي زي ما انت ايه؟ سبعة في خانة العشرات بإيه؟ بسبعين. ونجمع عادي، صفر زائد صفر هو الصفر، اتنين زائد سبعة هتبقى إيه؟ تسعة. السبعة في مخي والاتنين على إيدي، بعد السبعة تمانية تسعة. طيب يا ولاد هنبص على خانة العشرات هنا، تلاتة. إيه اللي قبل التلاتة؟ في قارة أبص على اللي قبل، هبص على الرقم اللي قبل اللي بيقول لي عليه، ها؟ إيه اللي قبل التلاتة؟ الستة. التلاتة تسألها يا ستة انت هتديني حاجة؟ قالت لها اه انا من الارقام اللي ايه؟ بزود، فهديكي واحد فهتبقى اربعة، والاربعة في خانة العشرات يا ولاد بايه؟ باربعين. زائد هنا الواحد يسأل الخمسة يا خمسة انت هتديني حاجة؟ قالت له اه انا ارقام كريمة بحب ادي، فهتديك واحد هتبقى كام؟ اتنين، والاتنين في العشرات بإيه يا ولاد؟ بعشرين. صفر زائد صفر هو الصفر، أربعة زائد اتنين هيبقى إيه؟ ستة. طيب تعالوا هنا هنبص هنا برضو على خانة إيه؟ العشرات. أدي السبعة في خانة العشرات، إيه اللي قبل السبعة؟ تمانية. يا ولاد ها التمانية من الأرقام اللي بتزود؟ نفكر شوية. اه يا ميس ده طلعت ايه؟ من الارقام اللي بتزود، فهتدي السبعة واحد فهتبقى ايه؟ تمانية. هكتب تمانية؟ لا ده التمانية في العشرات بايه؟ بتمانين. عندي زائد ولا ناقص يا ولاد؟ ناقص. تمام؟ خلاص هبص كده كتبت العلامة ناقص. هنا التلاتة في خانة العشرات، ايه اللي قبلها؟ الاتنين. يا ترى الاتنين هتديها حاجة يا ولاد؟ قاعدة تفكر تفكر تفكر، قالت لا لا ده انا الاتنين من الارقام اللي ايه؟ ما بديش حد حاجة، فهتبقى ايه؟ زي ما انت هتبقي إيه؟ تلاتة، والتلاتة في العشرات بتلاتين. صفر نقص منه صفر هو الصفر، تمانية طلع تمانية على ايدك كل منهم تلاتة هيبقى كام؟ ها شطار هتبقى خمسة. طيب هنا برضو يا ولاد خانة العشرات خمسة، ايه اللي قبل الخمسة؟ سبعة. السبعة بتزود ولا بتزودش؟ بتزود من الأرقام اللي بتدي أرقام كريمة. ها هنروح هتدي الخمسة واحدة هتبقى كام؟
تبقى 6، والستة في العشرات بإيه؟ بستين. طيب هنا عندي العلامة زائد، كتبت زائد، هبص هنا برضو على خانة العشرات، واحد، إيه اللي قبل الواحد؟ 8. 8 تقول الواحد يسألها هتزوديني؟ قالت له آه، أنا من الأرقام اللي بدي. هتبقى إيه؟ قلت لك واحد كمان فهتبقى 2، والاتنين في العشرات بإيه؟ بـ20. صفر زائد صفر هو الصفر، 6 زائد 2 هتبقى كام؟ حط 6 في مخك، الاتنين على ايدك، بعد الستة 7، 8 بقت 80. هنا يا ولاد اخر رقم 4، الاربعة قبلها ايه؟ 9. من الارقام ايه يا ولاد؟ اللي بتدي، فهتدي الاربعة واحد، فهتبقى ايه؟ 5، والخمسة في العشرات بايه يا ولاد؟ تمام، بـ50 زائد خانة العشرات عندي 2، هتسأل الاتنين اللي قبلها يا 2 هتديني حاجة؟ هتقول لها لا، أنا أرقام بخيلة ما بديش حد حاجة، فهتبقي زي ما انت 2، 2 في العشرات بـ20، 0 زائد 0 هو الصفر، 5 زائد 2 هتبقى 7. طيب هنا يا ولاد ها؟ هنبص على خانة ايه؟ هنبص على التلاتة ولا على الستة؟ لا الستة يا ميس، عشان تقولتي لي أقرب لأقرب 10. طيب ايه اللي قبل الستة؟ 3، هتديها حاجة التلاتة؟ لا يا ميس، الأرقام دي التلاتة من الأرقام اللي ما بتديش، فهتبقى زي ما هي 6، والستة في العشرات بـ60. أنا عملت ايه يا ولاد؟ زائد، لا لازم أخد بالي، هبص هنا ايه؟ ناقص؟ لا أنا هعمل ناقص. هنا هبص على خانة العشرات، الواحد، ايه اللي قبل الواحد؟ صفر. طيب الصفر هيدي الواحد حاجة؟ لا، في الأرقام اللي ما بيديش يا ميس، فهيبقى زي ما هو واحد، والواحد في العشرات بـ10. يلا صفر نقص منه صفر هو ايه؟ صفر. ستة طلعهم على ايدي، اكل منهم واحد، هيتبقى عندي كام يا ولاد؟ تمام، هيتبقى معايا 5، هيتبقى معايا 5. طيب عندي هنا يا ولاد الاتنين قاعدة في العشرات، ايه اللي قبل الاتنين؟ 6. طب الستة هتديني حاجة؟ الاتنين تسألها تقول لها يا ستة انت هتديني حاجة؟ تقول لها اه، انا من الارقام الكريمة اللي بدي، فهتاخدي انت واحد، فهتبقي 3، والتلاتة في العشرات ايه يا ولاد؟ 30. نفس النظام، هبص هنا على خانة العشرات، 3، ايه اللي قبل التلاتة؟ 7، هتدي التلاتة واحد، فهتبقى ايه؟ 4، لأن 7 من الأرقام اللي بتزود، وأربعة في العشرات بإيه؟ بـ40. صفر زائد صفر هو الصفر، 3 زائد 4 هتبقى كام؟ حط الأربعة في مخك، 3 على إيدك، بعد الأربعة 5، 6، 7 بقت 70. قرب الناتج لأقرب 100، ركز كده، قال لي قربي الأكتر لأقرب إيه؟ 100، يعني هبص على خانة ايه؟ الأحاد ولا العشرات ولا المئات؟ لا، وأنا مغمضة أبص على خانة المئات. طيب المئات اللي عندي 4، إيه اللي قبل الأربعة؟ 3. طب بصوا هنا يا ولاد، الثلاثة بتدي حتى حاجة؟ لا ما بتديش يا ميس، فهتبقى زي ما هي 4، والأربعة دي قاعدة فين؟ في المئات، هتبقى بكام؟ بربع 100، تمام؟ زائد هنا هبص على الرقم الأخير اللي هو خانة المئات، ها؟ 1، ايه اللي قبل الواحد؟ 7. طب بصوا هنا يا ولاد، السبعة من الأرقام اللي بتدي ولا بتديش؟ اه، عامل العلامات صح، يعني بتدي. طيب أما هتدي الواحد، واحد كمان يبقى 2، طب 2 في المئات بكام؟ ها شطار، هتبقى 200. طب يلا نجمع، صفر وصفر هو الصفر، صفر زائد صفر هو الصفر، 4 زائد 2، هتحط الأربعة في مخي ونطلع 2 على إيدي، بعد الأربعة 5، 6 بقت 600. طب تعالوا هنا يا ولاد، هنا خانة المئات ايه؟ الستة، بص للي قبلها، ها هتديني حاجة يا أربعة؟ تقول لها ايه؟ لا أنا من الأرقام اللي ما بديش، هتبقي زي ما انت 6، والستة في المئات بـ600. طيب أنا هنا المفروض أركز في العلامة، هنا عامل لي علامة ايه؟ ناقص، أعمل ناقص، هبص هنا خانة المئات 3، ايه اللي قبل التلاتة يا ولاد؟ الواحد، طب الواحد ده من الأرقام اللي بتدي ولا ما بتديش؟ لا ما بتديش حد حاجة، أرقام بخيلة،
هتبقى كلها انت هتفضلي زي ما انت 3 والثلاثة في المئات 300. يلا ناقص صفر زي ناقص منه صفر هو الصفر وصفر ناقص منه صفر صفر. 6 ناقص منها 3 طلع 6 على ايدك ونقص منهم 3 هيبقى معاك ايه؟ 3. تمام. هنبص هنا برضو يا ولاد على ثانية المئات عشان هو كل ده بيقول لي قربي الاقرب ايه؟ 100. طيب عندي هنا الاثنين، ايه اللي قبل الاثنين؟ الخمسة. ها الاثنين تسألها هتديني حاجة؟ تقول لها اه انا ارقام كريمة بدي، فهتبقي ايه؟ 1 كمان فهيبقى 300. طيب زائد ولا ناقص يا ولاد؟ ايوه تمام زائد. طيب الخمسة خانة المئات، ايه اللي قبلها؟ صفر. طب الصفر بيدي حد حاجة؟ لا ما بيديش. فالخمسة في المئات ب 500 وهنجمع هننزل صفرين، صفر زائد صفر هو الصفر، صفر زائد صفر هو الصفر، 3 حط 5 في مخك 3 على ايدك وعد بعد الخمسة 6 7 8. هنا عندي السبعة هتسأل الأربعة بتدي حد حاجة؟ قالت لها لا أنا أرقام إيه؟ بخيلة ما بديش حد حاجة، فهتبقي زي ما أنتي هتبقي إيه؟ 700. أنقص منها ها بص هنا الواحد يسأل قبل ما يحط نفسه، الستة ها أنتي أرقام إيه؟ تقول له أنا أرقام كريمة أحب أدي، فخد واحد هتبقى إيه؟ 2. والاتنين في المئات بإيه يا ولاد؟ تمام ب 200. إيه نقص عادي وينزلوا الصفرين، طلع 7 على ايدك كل منهم 2 هيبقى ايه يا ولاد؟ ها 5 تبقى 500. طيب تعالوا ها التسعة، التسعة قبلها ايه؟ صفر. صفر بيدي؟ لا ما بيديش، فهتبقى التسعة زي ما هي في المئات ب 900. حط ناقص ولا زائد؟ ناقص. طيب تعالوا هنا الأربعة في خانة المئات قبلها ايه؟ 3. طب 3 دي هتديها حاجة؟ لا مش هتديها عشان هي ارقام بخيله، فهتبقى زي ما هي ايه؟ 400. يلا نقص مع بعض، صفر ناقص منه صفر هو الصفر، صفر ناقص منه صفر هو الصفر، 9 ناقص منها 4 هتبقى كام يا ولاد؟ طلع 9 على ايدك كل منهم 4 بسرعه يلا ها هتبقى ايه؟ 5. تمام. هنا اخر حاجه يا ولاد عندي خانة المئات هنا ايه؟ 2. الاثنين قبلها ايه يا ولاد؟ 5. طب الخمسة هتديها؟ اه احنا متفقين ان الخمسة من الارقام ايه؟ كريمة اللي هتديها، فهتاخد واحد هتبقى ايه؟ 3. 3 في المئات 300. تمام. حط علامة الزائد اللي عندي، هبص هنا على خانة المئات 1. طب الواحد يا ميس ايه اللي قبله؟ الاثنين. الاثنين هتديه حاجة؟ لا طبعا، لان الاثنين ارقام ايه؟ بخيلة، فهيبقى زي ما هو واحد والواحد في المئات ب 100. يلا نجمع مع بعض، صفر زائد صفر هو الصفر، صفر زائد صفر هو الصفر، 3 زائد 1 4 بقت 400. دلوقتي يا اولاد الواجب بتاعنا هنحل الملزمة وما نكسلش ونذاكر يا ريت، هيبقى حل الملزمة صفحة 49 و50. توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.